هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. أسعد الله أوقاتكم جميعا بكل الخير، أهلا بكم معنا في مسار السوق. أنا رولا طراوني، أصحابكم معي في جلسة هذا الاثنين. اليوم سيكون معنا للتعريف بأحوال التداول في الأسواق الخليجية وأحوال اقتصادات ضيفنا في استوديو البرنامج السيد دياب ماير، وهو رئيس قسم الأبحاث في مصرف أرقام كابيتال. أهلا ومرحبا بك معنا سيد دياب. سنتحدث اليوم أكثر حول استراتيجية الحكومات وخاصة البيانات المتعلقة بمستويات النمو الخليجية. قبل أن نخوض في تفاصيل ما أغلقت عليه الأسواق الخليجية، أذكركم بأبرز عناوين المسار. موجة من التقلبات تجتاح الأسواق الخليجية، مؤشر سوق دبي يهبط 2% والقطرية تخلى عن مستويات 10400 نقطة. فوتسي تؤجل ترقية سوقي السعودية والكويت الماليين لمرتبة سوق الناشئة للعام القادم، وتضع البورصة المصرية تحت المراقبة. لمار السعودية ترفع دعوى قضائية على دروك أنسكال الإماراتية للمطالبة بمستحقات بقيمة 200 مليون ريال بعد فشلها في استكمال إنشاء مشروع بالمملكة. كما نلحظ الأسواق الخليجية بالمجمل جاءت على تراجعات في نهاية تداولات جلسة هذا الاثنين، إذا ما استثنينا تداولات مسقط وإغلاق السوق. ولكن أذكر حتى السوق السعودي أشارت خلال تداولاتها إلى تراجعات، يبدو أنه جملة هذه الأسواق تستقبل الفترة المستقرأ فيها نتائج الربع الثالث تأتي بتراجعات. لا ننسى أنه ربما كون السوق الأكبر بينهم وهي السوق السعودي كانت قد أنهت تداولات الأسبوع الفائت بعد أن تداولت الأخبار بمجمل القرارات الوزارية أو مجلس الوزراء بتخفيضات في سلم الرواتب أو في الرواتب وكذلك الحوافز. ربما هذا يعني أن الخطوة القادمة ستأتي على بعض من اقتصادات الدول الخليجية الأخرى. لا ننسى حتى خطوات رفع الدعم عن المشتقات النفطية كان قد بدأت فيه نوعا ما السعودية، تبعتها بعض من الدول الأخرى، ويبدو أنه هذا الهاجز يشغل اليوم الأسواق الخليجية. إذا ما نظرنا إلى نهاية تداولات الاثنين، تراجعات جماعية للسوق الكويتي، السعري خسر 17 النقطة المئوية، الموزون 19 النقطة، أما 15 قيادة في الكويت فسجلت لدينا تراجعات ب 19 النقطة المئوية. تحديدا السوق الكويتي من جملة الأسواق الخليجية أداؤه للتسع شهور الماضية كان جيد نوعا ما، وسجل لدينا السوق ارتفاعات. سوق دبي المالي يسجل في نهاية تداولات الاثنين تراجع واضح لدينا بنقطة و19 بقيادة أسهم قطاع العقارات والمقاولات. أبو ظبي العاصمة خسر نقطة و17 النقطة المئوية في ظل تحضيرنا أيضا لأداء كلا السوقين مع نهاية التسع شهور. دبي هو المكتسب ل10% في قيمته السوقية وهو الأعلى بين الأسواق الخليجية. البورصة القطرية تراجعات ب 19 النقطة المئوية، هي كبقية الأسواق الخليجية الأخرى أيضا تنتظر محفزات وخاصة ربما ما تعكس بيانات ونتائج الربع الثالث لهذا العام. هذا بالنسبة لإغلاقات الأسواق. نعود ونناقش كيف ستكون تحركات هذه الأسواق خلال الفترة المقبلة. We'll be right back.
لاحظنا طبعا مجمل التداولات كانت في التسع شهور الماضية من الأسواق الخليجية متباينة. هنالك أسواق رفعت من قيمتها السوقية وأسواق تراجعت كما لاحظنا في الأسواق الرئيسة مثل السوق السعودي. أعود إلى مجموعة من الأخبار، حيث رفعت شركة لامار السعودية دعوى قضائية على شركة دروك أنسكال الإماراتية للمطالبة بمستحقات ب 200 مليون ريال بعد فشلها في استكمال إنشاء مشروع في جدة. وأوضح رئيس مجلس إدارة لامار أن الأسباب الرئيسية لتعثر المشروع تعود للمقاول والشريك المتمثل في دروك أنسكال التي تمتلك 20% في المشروع، إضافة لامتلاك إحدى شركاتها التابعة 10% من قيمته، مؤكدين توقف العمل عن المشروع منذ فبراير الماضي. طبعا نتحدث اليوم أكثر عن استراتيجية التداول في الأسواق الخليجية. لدينا تحديات تتعلق ربما بمستويات النمو في هذه الاقتصادات. نتحدث عن تحركات الأسواق مع ضيفي في استوديو البرنامج السيد ياب ماير، وهو رئيس قسم الأبحاث في مصرف أرقام كابيتال. أهلا ومرحبا بك. لربما كون الاقتصاد السعودي هو الاقتصاد الأكبر في المنطقة الخليجية، تأثيره يأتي دائما وإن كان مباشر أو غير مباشر على بقية الأسواق. الأسبوع الماضي كان لدينا العديد من القراءات، سواء كانت تتعلق بقرارات حكومية، اقتطاعات في الرواتب، لا تنسى مستويات النمو في الناتج المحلي الإجمالي. كيف ينعكس ذلك باعتقادك على أداء الأسواق الخليجية؟ من الواضح بأن الأسواق تحت الضغط، ولدينا الكثير من الضغط على البيع بالتجزئة على مستوى الأسواق بالنسبة إلى السوق السعودي. ونحن نلاحظ أن هناك بالطبع توجه أكثر نحو البيع بالتجزئة، وبالطبع هذا يؤثر على الشعور العام. بالنسبة لنا ما من تغيرات كبيرة مع الماضي قدما، سيكون وقتا صعبا برأينا. بالطبع سوف نشهد ارتدادا، وبالطبع هناك مخاطر في هذه المنطقة، ولكن علينا أن نجد طريقا كي نجد توازنا في الدفاتر. وبالتالي إذا ما نظرنا الدفاتر في المملكة العربية السعودية، فنحن نلاحظ الجميع قلق حول تأثير السعودية على دولة الإمارات العربية المتحدة مثلا. وكنا قد استضفنا قبل أسبوعين مؤتمرا، وكان لدينا 67 شركة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وما كان واضحا في ذلك المؤتمر والإجابة كانت إيجابية، ورسالة كانت إيجابية أن أكسبو 2020 سوف يحفز الكثير من النمو العام القادم. وبالطبع نحن نلاحظ أنه مقارنة مع ما يحصل في مع الحكومات الأخرى، أن حكومة دبي ستشهد فائضا هذا العام، وذلك بسبب العوائد التي تحصل عليها من مطاراتها. وبالطبع هذا مشجع جدا. وبمجرد ذكر ذلك، بالطبع هنا نسأل ما الذي سوف يؤثر إذا كان لدينا أرقام أقل في القطاع السياحي السعودي، ما الذي سوف يؤثر مثلا على دبي وعلى أسواق دبي؟ فبالتالي هذا لديه تأثيرا على الأسواق. ولكن ما نلاحظه لغاية الآن هناك بالطبع تباطؤا، ولكن هذا التباطؤ هنا في هذه الدولة كان أقل وأقل بكثير مما خشينا في بداية هذا العام. نعم، هي يعني ربما يعني ردود أفعال مفاجئة، ولكن لا نتفاجأ أبدا بارتفاع الرسوم في الإمارات أو تحديدا حتى في دبي، ومدى تأثير ذلك حتى على الفائض الميزانية. لكن الحديث أكثر عن مدى تأثر الأسواق الخليجية بعدد السواح السعوديين. أنت تعلم جيدا موضوع اقتطاعات الرواتب ربما سيأتي على شهيتهم للإنفاق أكثر على هذا القطاع الذي يعد اليوم كمالي مقابل ما يحدث. هل تعتقد أنه أثر ذلك سيظهر لدينا ربما على هذا الربع أم ربما على العام القادم؟ بالطبع أن اقتطاع والتخفيضات في سلم الرواتب سوف يكون لديه تأثيرا كبيرا، فمع مضي الوقت نحن لدينا تأثيرا على واقتطاعا للمنافع. وبالطبع التأثير ربما لن يكون بتأثيرا كبيرا، فهناك بالطبع منافع خاصة كانت قد دفعت العام الماضي في شهر فبراير تقريبا. فبالطبع نحن نلاحظ أنه مع المضي قدما لن نتوقع أن يكون هناك تأثيرا كبيرا. بمجرد ذكر ذلك علينا أن نعيش في إجراءات تقشفية وسياسة تقشفية، وبدأنا أصلا بأن نشهد ذلك في الإنفاقات في المراكز التبضع، المراكز التجارية، لأننا نرى أن السعوديين ينفقون أقل. نعم، بحسب أيضا أبحاثكم كيف تنظرون إلى طبيعة التداول أو شهية التداول في الأسواق الخليجية؟ لاحظنا في التسع شهور الماضية كان هنالك نقص في القيمة السوقية في السوق السعودي والبحرين، بينما ارتفعت في سوق دبي ب 10% في التسع شهور. هذا يعني أن السيولة متواجدة وتداول متواجد في أسواق دون الأخرى. هل الموضوع يعود إلى المحفزات أم يعود إلى
ربما العودة للثقة في الاستثمار في هذه الأسواق؟ بإمكاننا أن نلاحظ أن هذا الارتفاع يتأثر بدون أدنى شك بما حصل نشاهده في أمار والدار، وهذه أكبر شركات في المؤشر أداء كان أفضل من المتوقع. وبالطبع نحن نلاحظ أنه بالنسبة للإيجارات، الإيجارات ما زالت بوضع جيد، عائدات الفنادق قد انخفضت ولكن ليس أكثر من 10%. بشكل عام هناك صورة قوية وصورة مقاومة، لأن الأسعار قد انتقلنا من الأسعار والمستويات المتدنية في شهر فبراير، حيث أمار كان لديها مستويات متدنية، ولكن هذا الارتفاع قد أطلق عنانه. ولكن نحن في هذا الوقت لا نتوقع الكثير من الارتفاعات، فنحن نتوقع بالطبع النظر في القيمة. ونحن نلاحظ أنه أيضا في بعض الأسهم هناك تأثيرات أخرى. نلاحظ بشكل عام بأن الأسواق تتأثر بهذه المستويات، وما من محفزات كبيرة لتزيد من ارتفاع هذه المستويات. نعم، أتحدث أكثر اليوم عن أرقام الناتج المحلي الإجمالي في المنطقة السعودية، كيف تقرأ أرقامها ومدى انعكاس ذلك ربما باعتقادك على أداء السوق وأداء المنطقة؟ عندما ننظر إلى إجمالي الناتج المحلي لا يبدو بأن هناك انخفاض 1.5% من ربع الأول لربع الثاني 1.4%، ولكن إذا ما قمنا بتمحيضه فنحن نلاحظ أنه بالنسبة لإجمالي الناتج المحلي من غير المصادر النفطية فكان تأثيره 0.4%. إذا ما نظرنا حتى إلى المكونات، إجمالي الناتج المحلي كانت قد تأثرت بإنفاقات الحكومية التي انخفضت في الربع الأول وعادت وارتفعت في الربع الثاني. نحن نلاحظ بأن هذا سوف يكون مؤقتا. بالنسبة للقطاع الخاص بالكاد يسجل أي نمو، ف 0.2% نسبة النمو كانت في الربع الأول وقد انخفضت إلى أقل من 0.1% في الربع الثاني. السبب الرئيسي برأيي، وأعتقد أن الحكومة يلقى اللوم عليه هنا، أن دفعات الحكومية وتمديد في دفع الحكومات الدفعات التي على الحكومات أن تسددها قد أثرت على الاقتصاد وبالتالي أثرت على النظام المالي بشكل عام، حيث نحن نلاحظ بالطبع أن الشركات عليها أن تأخذ القروض من المصارف لكي تتحمل هذه الانفاقات. ونحن نلاحظ المملكة العربية السعودية أيضا لدينا ارتفاع في عدد القروض، ونحن المعطاة من المصارف، من المصرف المركزي السعودي يؤدي دورا كبيرا جدا، ولكن الحكومات بشكل عام مع المضي قدما عليها أن تتمكن من سداد دفعاتها لهذه الشركات، لأن هذا لن يؤثر فقط على المصارف في المملكة العربية السعودية، بل حتى أن يؤثر على المصارف في منطقتنا في دولنا هنا. ودون أدنى شك هذا سوف يؤثر حتى على شركات الأعمار في دولة الإمارات العربية المتحدة، قد يكون لدينا تأثير إذن على دولة الإمارات من السعودية. أشكرك جزيل الشكر ضيف في استديو البرنامج السيد دياب ماير، وأنت رئيس قسم الأبحاث في مصرف أرقام كابيتال. يبدو أن أزمة انخفاض أسعار النفط لا زالت تلقي بظلالها على الاقتصاديات الخليجية، وهو ما أجبرها على البحث على حلول تنقذها من تبعات هذه الأزمة كإصدار السندات السيادية. التفاصيل في هذا التقرير. لا تزال أزمة تهاوي أسعار الخام الأسود تثقل كاهل الاقتصاديات، ولا سيما التي اعتمدت عليه بشكل أساسي، ما أدى إلى وقوع موازناتها في خانة العجز وأجبر حكوماتها على إطلاق برامج تقشف ضخمة. وفي إطار البحث عن السيناريو الأفضل لتمويل عجز الميزانيات الناجم عن انخفاض سعر النفط، أظهر بنك أوف أمريكا ميريل لينش في تقرير صادر عنه أن حجم السندات السيادية الصادرة بالعملة الأجنبية قد بلغ 98.6 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وذلك مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي والتي بلغ حجم السندات فيها 86.2 مليار دولار، رغم تباطؤ النمو في إصدارات الشركات خلال الفترة وصولا إلى ما يقارب 207 مليارات دولار بزيادة نسبتها 12% على أساس سنوي. عمليات الإصدار التي نفذت خلال 9 أشهر يتوقع لها أن تشهد مزيدا من النمو خلال الفترة القادمة، وذلك بدعم من طروحات دولية متوقعة للسعودية بقيمة قد تتجاوز 20 مليار دولار أمريكي، والتي قد يتم تأجيلها لبضعة أشهر قادمة في ظل التحول الدراماتيكي في العلاقات السياسية بين أمريكا والسعودية على خلفية قانون جاستا. قطر كانت هي الأخرى لاعباً رئيسياً في سوق السندات العالمي، حيث أصدرت خلال الفترة سندات بقيمة 9 مليارات دولار في مايو بأكبر إصدار خليجي، تبعه في الفترة نفسها إصدار من أبوظبي بقيمة 5 مليارات دولار لآجال متنوعة.
ومع هذه البيانات لا يسعنا إلا انتظار الخطوات التي ستقوم بها الحكومات الخليجية لإنقاذ اقتصادياتها بعيدا عن أي نوع من أنواع العوائق المحتملة. نور قاضي أمين، CNBC عربية. هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة. في ظل ترقب الأسواق لنتائج الشركات في ربعها الثالث لهذا العام والتي تأتي أيضا ضمن هذه القوائم أيضا أداء الشركات للتسع شهور المنصرمة، دعونا نلقي نظرة بداية على أداء المؤشرات في هذه الأسواق الخليجية بالمجمل وكيف كان خلال التسع شهور الماضية. البداية نتناول معكم أداء طبعا السوق السعودي وهو الأكبر خليجيا الذي سجل لدينا تراجع في أداء السوق كمؤشر بحدود 19%. البورصة في البحرين 5% جاءت الثانية، ولدينا طبعا مؤشر السوق في الكويت سجل لدينا تراجع ب 24 نقطة المئوية. البورصة في قطر سجلت ارتفاع بحدود 20 نقطة المئوية. سوق أبو ظبي الأوراق المالية سجل لدينا مكاسب ب 4% تقريبا، حدود 5% كانت مكاسب سوق مسقط الأوراق المالية. أما دبي المالي فسجل لدينا الارتفاع الأبرز لدينا بحدود 10% خلال التسع شهور الماضية. القيمة السوقية وخاصة مع هذه التراجعات أو حتى مع هذه الارتفاعات بالمجمل، إجمالي القيمة السوقية لأسواق الخليج بلغت 918 مليار دولار خلال ديسمبر 2015. تراجعت القيمة السوقية بمعدل 6% بقرابة 55 مليار دولار لتأتي في نهاية سبتمبر ب 863 مليار دولار. إذا ما احتسبنا أنه في رصيد من الأسواق الخليجية سجل ارتفاعات والبعض منها كان قد تراجع، على رأسها طبعا السوق السعودي. نفصل هذه الأرقام وتحديدا القيمة السوقية لكل سوق، من من الأسواق سجل لدينا ارتفاعات وكيف انتهت لدينا القيمة السوقية في التسع شهور. طبعا السوق السعودي تقريبا استحوذ على ثلث القيمة أو مجمل القيمة السوقية للأسواق الخليجية وانتهى في التسع شهور إلى 353 مليار و200 مليون دولار. لدينا البورصة في قطر تأتي الثانية في القيمة السوقية وأتت ب 154 مليار دولار مع تسجيلها لارتفاع كما ذكرنا بحدود 5%. البورصة في أبوظبي سجلت قيمة سوقية على 120 مليار ونصف مليار. السوق في دبي الذي سجل ارتفاع ب 10% في القيمة السوقية ارتفعت إلى 90 مليار و900 مليون دولار. لدينا في الكويت التي سجلت تراجع وكذلك مسقط والبورصة في البحرين، جميع هذه الأسواق طبعا سواء كان الكويت أو البحرين فقط التي كانت متراجعة كانت قد تراجعت القيمة السوقية. لدينا البحرين إلى 18 مليار ونصف مليار دولار بالنسبة للبحرين. لعبت عوامل عدة الحقيقة في هذا الأداء، يعني الأسواق التي سجلت ارتفاعات كان لديها أسباب، والأسواق التي سجلت تراجعات كانت قد ترافقت معها أسباب بغياب المحفزات الرئيسية. ناهيكم عن بعض من الأمور التي كانت قد تدخلت في البيت الداخلي لهذه الأسواق. التغير في القيمة السوقية لأسواق الخليج نذكر طبعا تداول خسرت أو السوق السعودي خسرت 67 مليار و900 مليون دولار. لدينا المؤشر في الكويت أو في البحرين لدينا سجل 7 مليارات و900 مليون، عفوا في الكويت، في البحرين 600 مليون، لدينا قطر ارتفع بمليارين و100، مسقط ارتفع كذلك الدي اف ام حدود 7 مليارات، ولدينا ابو ظبي 8 مليارات و100 مليون. لماذا هذا التراجع مشاهدينا؟ نلقي نظرة. الأسباب الرئيسية طبعا كانت غياب المحفزات، نهيكم عن استمرار تراجع أسعار النفط الذي أقلق الأسواق ووضعها في حالة حيرة وعدم يقين تجاه تحركات الحكومات في تلك الدول. وإما إذا كانت وجود الكاش ماني أو حتى النقد داخل أسواق المال سيؤدي إلى مضاعفتها أو حصول عائد أفضل، أم أنها كانت تحجم المحافظ عن الاستثمار أكثر في هذه القناة الاستثمارية. أيضا كان في عنا ضعف سيولة بسبب طبعا هذه الأسباب، ناهيكم عن أن السيولة توجهت إما خرجت من السوق لتحتفظ كشكل ودائع أو حتى ذهبت إلى القطاع العقاري أو حتى كان الاستثمار فيها في السندات أو الأصول الثابتة. ولدينا تراجع أيضا النمو الاقتصادي العالمي كان قد أدى إلى هذه الحالة. نتائج الشركات المخيب الأمال خلال تسع شهور الماضية في معظمها كانت سبب في عدم استمرار الاستثمار في بعض من هذه الأسهم، والتطورات الجيوسياسية المستمرة بتأثيراتها السلبية على المنطقة كان لها طبعا سبب رئيس
في استمرار التراجع في سيولة الأسواق. كان هذا أداء الأسواق الخليجية للتسع شهور الماضية، والتي وجدنا من خلالها طبعا تراجع القيمة السوقية بشكل واضح لدينا في السوق السعودي خلال التسع شهور الماضية. تقرير لشركة مزايا القابضة أن يشهد قطاع التشييد والبناء الخليجي تطورا نوعيا في العامين الجاري والقادم، بما ينعكس إيجابا على الناتج المحلي للدول. كما أظهر مؤشر مناخ الأعمال أن التفاؤل بمستقبل القطاع أو قطاع التشييد والبناء يسيطر على مجمل الأعمال في المنطقة. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. الطلب المتزايد على المساكن وزيادة المشاريع الاستثمارية الخاصة بالوحدات السكنية عوامل رفعت من سقف التفاؤل بتطورات قريبة في قطاع البناء الخليجي، بحسب ما أظهره تقرير صادر عن شركة مزايا القابضة، الذي أكد على أهمية الدور الذي يلعبه الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في صناعة البناء بالمنطقة الخليجية. عوامل تأتي بالتزامن مع خطوات جريئة من حكومات الخليج للتحول من الاقتصاد النفطي إلى اقتصاد قائم على التنوع لدعم معدلات النمو وتحقيق التنمية المستدامة من خلال دعم الأنشطة غير النفطية، والتي يأتي على رأسها قطاع البناء والتشييد الذي تأثر إيجابا في الفترة الأخيرة بارتفاع أسعار التجزئة التي قادت النمو في هذا القطاع، ما سيكون له أثر إيجابي على نمو الناتج المحلي الإجمالي لدول المنطقة خلال العامين الجاري والقادم. ورغم النظرة التفاؤلية لقطاع صناعة البناء الخليجي، إلا أن هناك مؤشرات كشفت عن وجود حالة من عدم الاستقرار بأسعار السوق العقارية الخليجية، ما أدى إلى تأرجح اتجاهات المسارات نتيجة تنوع الطلب على المنتجات العقارية وتباين تأثيرات التحديات المالية والاقتصادية بين جميع القطاعات، ما ساهم في التخفيف من التأثيرات السلبية على الأسعار المتداولة، الأمر الذي أدى إلى تقارب أسعار العقارات ذات الخصائص المتشابهة، في حين لم تسجل الأسواق العقارية في المنطقة أي انهيار في أسعار التأجير، ليبقى مستوى الانخفاض المسجل على المنتجات المعروضة ضمن الحدود على الاستثمارات والمستخدم النهائي. إذن مشاهدين، نصل وإياكم إلى نهاية مسار السوق لجلسة هذا اليوم، ولكن قبل ذلك طبعا نتجه وإياكم في تقرير كان قد كشف عنه بيت التمويل الكويتي بأن ودائع القطاع المصرفي بالكويت قد نمت بنحو 4.6% في يونيو الماضي. نتابع معكم هذا التقرير. لم يعكس القطاع المصرفي الكويتي الواقع الذي يعيشه اقتصاد البلاد بشكل كبير، فعلى الرغم من التباطؤ الذي يشهده النشاط الاقتصادي في الكويت، إلا أن القطاع المصرفي استمر بتسجيل مستويات جيدة من النمو. فبحسب آخر تقارير بيت التمويل الكويتي، فإن ودائع القطاع المصرفي قد تمكنت من النمو في يونيو الماضي بنسبة وصلت إلى 4.6% على أساس سنوي، متجاوزة بذلك حاجز 41 مليار دينار، ليأتي هذا النمو مدعوما بارتفاع حجم ودائع القطاع الحكومي بشكل رئيسي، والتي سجلت بدورها زيادة بنحو 6.5% عن المستويات المسجلة في العام الماضي، فضلاً عن ارتفاع حجم ودائع القطاع الخاص وإن كانت بوتيرة أبطأ من متوسط معدل النمو السنوي. موجودات القطاع المصرفي الكويتي شهدت هي الأخرى زيادة بنحو 4.4% في يونيو الماضي، لتحقق نمواً بنحو 2.5 مليار دينار عن حجمها المسجل في يونيو من العام الماضي. وفي الوقت الذي يشهد فيه القطاع المصرفي في الكويت حالة من النمو، إلا أن التقرير قد أشار إلى أن معدلات نمو موجودات القطاع المصرفي تسير على المدى الطويل في اتجاه تنازلي، وأن مستويات السيولة والموجودات الأجنبية في البنوك المحلية هي في أدنى من مستوياتها في يونيو الماضي، وذلك على الرغم من زيادة الموجودات الأجنبية بشكل كبير.
على الرغم من أن القطاع المصرفي يشكل مرآة للاقتصاد، إلا أنه لا يبدو أنه سيتأثر إلى حد كبير بالتباطؤ الحاصل سواء في اقتصاديات الخليج بشكل عام أو بالاقتصاد الكويتي بشكل خاص. إلا أن السؤال الذي لم يزل يطرح نفسه هو إلى متى سيستمر هذا القطاع في تحمل تبعات الظروف الحالية؟ هذا البرنامج برعاية مجموعة إزدان القابضة.